شو راح اجيبا دوالا سسقسين زوليخة ما إلا تزول أثغر القرآن بل الحجاب يجوز ما ثغرس الحجاب زيادة لاجر ما يأدينا ثورة مطوسة كوزينت إلا وين صغير من تطاسة كوزينت فكوزينت نيز مرات سرد المحراب إلى عبادين أمي السريد المعان المرا وهي تغسل المعان الله يبارك تذكر الله وتقرأ القرآن تقرأ القرآن مما تحفظ حتى إذا كان القرآن التركية يروى النساء في سيدي قرف السوالي عن بعد تقاثم موت يعني المصحف أمامها وهي راهي تغسل في المعان وراهي تطيب السباين غاسر ذي الحوال وتقرأ القرآن عادي غاسة تخدمك الفواصل يعني عادي تخدم الفواصل تقرا مثلا راهي تطيب وتقرا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون وبعدين راهي مشغوله وفي نفس الوقت تقرا وتركز وعادي يعني تحول مطبخها الى محراب عباده أثر المحراب يعني فكوزين تنس المحراب من العبادة صافي ذين جوزنا زوليخة أكسا أغفلي وليم وذي قبل ربي إن شاء الله من السجدة نسند السجدة سويلة السجدة ماشي شرط خطر ما إلا ميسور الحال ثلا ذي لساع تسجد ما إلا ماشي ذي لساع لا تسجد أمين مثلا يقرأ القرآن هو الإمام على المنبر يخطب يخدم الخطبة بعد يغرد الآية آية السجود هل ترى دير السلمي حرام يروح على هذه السجد خاطي لأنه راه في موضع الجيون بمكان وزميرة الشيخ لاكل ذي المدرسة صغاري يبغض غلايا السجود صافي ما يبذرد عشر لايات إلا قد يخدم السيني رجوز كان السجدة لا ذاك في مجال التعليم في مجال خاطي من الثلاثة سنة مشغولة بعمل أساني تكوزينتي ستخدم تقدش وكذا لا تسجد مثلا إذا هنيت ذي ليسر يسي سعاد الحال ذينا اليوم يقارن سجود التلاوة بديوظ في ندم غلايا ني يند التالي والسامع أما ذويني يغران أمي ذويني يسلن المستمع عني ما يليوني قيم الريف بايض وإن يبضد غلايا آية السجود يسجد وإن كني دي سلن للايا ولا نسى أذي يسجد ما معنى أنت تقال في نص الخيمة ربما تلبلع الحاجة في صفلة قرويز ما تخدم عادي عادي أم بلا لا 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 زمان تسجد العادي نية ينس وخلاص أي نعم تسندق خام ذو خاميس إنما الأعمال البنية تسجد ديني جوزن دين نغ دين اليسر دين اليسر وغادة ثلاثة 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 ثلاثة